السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ يعطيكم العافية. طيب، بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نلتقي في المحاضرة الأخيرة من محاضرات مقرر القانون التجاري لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 هجري. انتهينا في محاضرتنا السابقة قبل تقريبا 45 دقيقة، والآن نبدأ بإذن الله في نفس الموضوع الذي انتهينا لديه وهو أو انتهينا عنده، وهو الشركة المساهمة أو المواضيع الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. قبل البدء في هذه المحاضرة، هل يوجد سؤال أو استفسار؟ طيب جيد، إن شاء الله راح يكون ترتيب هذه المحاضرة على النحو التالي. إن شاء الله نكمل في شرح المواضيع بعد الانتهاء من شركة المساهمة بإذن الله تعالى. ننتقل لشرح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي آخر نوع من أنواع الشركات اللي موجودة معنا في محتوى المقرر. بعدها ننتقل بإذن الله تعالى لمصطلحات اللغة الإنجليزية اللي موجودة في محتوى المقرر، وسوف يتم شرحها بإذن الله تعالى بشكل كامل. إذا نبتدأ في النوع الثاني من الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. رأينا في المحاضرة السابقة النوع الأول، وهو كان الأسهم أو السهم بشكل عام تصدره شركة المساهمة، ويمثل حقا للشركاء، يمثل حصص الشركاء في الشركة المساهمة. بينما أدوات الدين هذه النوع الثاني على العكس من ذلك، هي أدوات دين تمثل حقا للغير في ذمة الشركة المساهمة، بمعنى أن مالكها ليس شريكا في الشركة إنما دائنا للشركة. وتكون هذه أدوات الدين متساوية القيمة وقابلة للتداول، مثل الأسهم في هذا الصدد، يعني لها قيمة واحدة وقابلة للتداول، بمعنى تداولها من مالك إلى مالك، ومستحق الوفاء في ميعاد محدد. بما أنها دين في ذمة الشركة فلا بد أن يكون لها موعد محدد للاستحقاق. وعلى شركة المساهمة بشكل عام نص النظام السعودي عند إصدار أدوات الدين مراعاة الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. طبعا النظام لم يصدر شكل معين لي أو يحدد شكل معين لهذه الأدوات، إنما تركها لإرادة الشركة مع المتعاقدين معها. لا يوجد كذلك إصدار أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير عادية. بمعنى آخر، قد تصدر أدوات الدين تصدر الشركة أدوات دين تكون قابلة للتحويل إلى أسهم، بمعنى أن يتحول حامل هذه الأدوات من الدائن للشركة إلى مساهم في الشركة. فلا يجوز إصدار مثل هذه الأدوات إلا بعد حصول موافقة من الجمعية العامة غير العادية. تحدد فيه العدد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل أدوات الدين والصكوك، وبعد تحقق شرطين، بمعنى آخر أن الجمعية العامة غير عادية توافق على تحويل أدوات الدين والصكوك إلى أسهم بعد تحقق شرطين. الأول إذا أو في حالتين خلينا نقول، وليس شرطين هي الأصح. إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إمكانية تحويل هذه الأدوات إلى أسهم برفع رأس مال الشركة، يعني لكي تحول هذه الأدوات للصكوك أدوات الدين إلى أسهم لابد أن تكون نشرة الإصدار الخاصة بهم تجيز ذلك. لابد أن تكون نشرة الإصدار، يعني عند إصدارها في البداية هم عارفين حامل هذا الصك يعلم تماماً أنه عند تملك هذا الصك يجوز لي أن أحوله إلى أسهم أو لا يجوز لي أن أحوله إلى أسهم، هذا من البداية. كذلك لابد أن يوافق حامل هذه الأداة أو أداة الدين أو الصك
على هذا التحويل. يعني هو مالك الأداة هذه أو الصك لابد أن يوافق أنه يتحول موقفه من دائن للشركة إلى شريك في الشركة، فهذا أمر يرجع له. لا يعني ذلك إذا كانت نشرة إصدار أدوات الدين أو الصكوك هذه تتضمن ما يفيد أو إمكانية جواز تحويلها إلى أسهم، هذا يكفي. لا، لابد أن يحصلوا على موافقة مالك أو حامل هذه الأداة أو الصك. طبعا الصكوك التمويلية هذه في الغالب تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأنها لا تتضمن فوائد ربوية، بينما أدوات الدين لابد أن تراعي الشركة عند إصدارها أحكام الشريعة الإسلامية مثل ما بينت في بداية النقاش عن أدوات الدين. نأتي أخيرا إلى انقضاء شركة المساهمة. طبعا تنقضي شركة المساهمة بالأسباب العامة لانقضاض الشركات دون الأسباب الخاصة بالشركات الشخصية. فلو نرجع لنراجع يعني من باب المراجعة، من يتذكر معنا الأسباب العامة لانقضاض الشركات؟ هي 6 أسباب. من يتذكرها معنا من باب المراجعة؟ انتهاء المدة، صحيح. انتهاء مدة الشركة، صحيح. هذا سبب واحد. الاتفاق على انهاء الشركة او انقضاضها، هذا كذلك 2، صحيح. اندماجها مع شركة اخرى، صحيح. سبب رقم 3. السبب الرابع تحقق غرض الشركة، صحيح. رابعا السبب الخامس حكم قضائي، هذا الخامس. السادس الأخير، السبب الأخير من الأسباب العامة لانقضاض الشركات. طيب نحاول نتذكر، من يساعدنا؟ احنا قلنا انتهاء المدة المحددة، الاتفاق على انتهاء انهاء الشراكة، اندماج الشركة مع شركة أخرى، تحقق غرض الشركة، وصدور حكم قضائي بانقضاضها، والسبب الأخير هو انتقال جميع الأسهم إلى شريك واحد، أو انتقال جميع الحصص لشريك واحد. أوكي، هذا السبب السادس. طيب هذا كان بالأسباب العامة لانقضاض الشركات، وهو تنقضي بشركة المساهمة. يعني أي سبب من الأسباب هذه يتحقق تنقضي شركة المساهمة بقوة النظام. طيب هناك أسباب خاصة بشركات الأشخاص أو الشركات الشخصية، ما هي هذه الأسباب؟ من يتذكرها؟ كانت 3 أسباب. الأسباب الخاصة بانقضاض الشركات التي تقوم على اعتبار شخصي. وفاة الشريك، صحيح. السبب الثاني الحجر على الشريك، صحيح. السبب الثالث انسحابه أو إفلاسه أو إعصاره، صحيح. هذه الأسباب الثلاثة، هذه الأسباب الثلاثة ما هي الشركات التي تنقضي بها؟ إذا تحققت يتحقق أي سبب من الأسباب هذه، أي شركة تنقضي بها؟ شركات الأشخاص زي إيش؟ على سبيل المثال شركة التضامن، صحيح، وشركة المحاصة، والشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة. بينما هذه الأسباب مثل ما قلنا لا تنقضي بها شركة المساهمة، تنقضي فقط بالأسباب العامة لانقضاض الشركات. وبالإضافة للأسباب العامة لانقضاض الشركات، تنقضي كذلك شركة المساهمة إذا آلت جميع الأسهم إلى مساهم واحد، لكن لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة 55، اللي هو الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط الشخص الذي أجاز له النظام تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد. كذلك السبب الثاني الذي تنقضي به شركة المساهمة هو إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، نصف رأس المال المدفوع، ولم تجتمع الجمعية العامة غير عادية خلال 45 يوم التالية. أوكي؟ يعني إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال
ولم تجتمع الجميع لمدة 45 يوم فتنقضي الشركة، أو اجتمعت خلال 45 يوم ولكنها لم تصدر قرار في موضوع استمرار الشركة من عدم من انقضائها، فبالتالي كذلك تنقضي الشركة. إذا قرروا لا بالاستمرار فتستمر الشركة ولا تنقضي، إذا لم يتوصلوا إلى قرار فكذلك تنقضي الشركة بقوة النظام. هذا كان بالنسبة لشركة المساهمة. قبل الانتقال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي آخر شكل من أشكال الشركات الموجودة معنا في المنهج، هل يوجد سؤال أو استفسار؟ أو شيء واضح في شركة مساهمة؟ طيب ممتاز، يعطيكم العافية. ننتقل إذن إلى النوع الثالث من أنواع الشركات، وهو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويطلق عليها في بعض الأحيان الشركة المختلطة، لأنها تأخذ من خصائص الشركات الأشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي، وشركات الأموال التي تقوم على اعتبار مالي مثل شركة المساهمة. تعريف شركة ذات مسؤولية محدودة، هي شركة لا يزيد فيها عدد الشركاء على 50 شريكا، وهذا الشيء ما شفناه قبل كذا في الشركات السابقة. أي تفضل، في سؤال؟ في طالب رافع يده، هل يوجد سؤال؟ طيب اوكي، في حال وجود سؤال مباشرة ممكن كتابة السؤال على الشاتنج أو الخانة المخصصة للمحادثة. طيب فعندنا الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لا يزيد فيها عدد الشركاء على 50 شريكا، والحد الأقصى يعني فيها حد أقصى، وهذا ما شفناه في الشركات الأخرى، أول مرة نشوفه. كذلك تعد ذمتها المالية مستقلة عن ديون الشركاء، وهذا شفناه في شركة المساهمة، وتكون الشركة واحدة مسؤولة عن ديون الشركة والتزاماتها. بس ثواني لو سمحتم. أعتذر على هذه المقاطعة. فتعد ذمة أو تعد الشركة مسؤولة لوحدها عن التزاماتها، لأن ذمتها المالية مستقلة عن بقية الشركات مثل شركات الأموال، ولا يكون المالك لها أو الشريك مسؤول عن ديونها والتزاماتها. طيب فلنفترض جدلا كان عدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة تخطى 50 شريكا أو زاد على 50 شريكا، فما هو الحكم؟ وجب تحويل هذه الشركة خلال مدة سنة إلى شركة مساهمة، معهم مدة 12 شهر سنة كاملة لتحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة. طيب إذا انقضت هذه المدة ولم يتم تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة، ولم تتحول إلى شركة مساهمة، تنقضي الشركة بقوة النظام. تنقضي شركة ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام. واستثناء يجوز أن تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، وأن تؤول جميع الحصص إلى شخص واحد مثل ما شفنا في شركة الشخص الواحد. لكن في شيء مهم احنا شفنا في التعريف، أنه عدد الشركاء فيها الحد الأقصى محدد ب 50 شريكا، لكن الحد الأدنى هي مثل باقي الشركات. طيب هنا نسأل، ما هو الحد الأدنى لعدد الشركاء في بقية الشركات؟ شركين، صحيح، وهذا ينطبق على شركة ذات المسؤولية المحدودة. استثناء يجوز تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، لكن الأصل أنه لا تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة إلا من شريكين على الأقل. طيب نأتي عند خصائص شركة ذات المسؤولية المحدودة. تتميز شركة ذات المسؤولية المحدودة بالحد الأقصى لعدد الشركاء، بحيث يجب أن لا يزيد عن 50 شريكا، وهذا يخليها خلينا نقول تشبه قليلا شركات الاشخاص، بحيث انه كل ما قل عدد الشركاء هذا يفترض معه انه في علاقه او تبادل سابق
أو تواصل بين الشركاء، يعني يعرفوا بعض، خلينا نقول بالعامية، في معرفة فيما بينهم، وهذا يخليها تشبه شركات الأشخاص في هذا الجانب. لكن على الناحية الثانية من خصائصها المسؤولية المحدودة للشركة بحجم رأس مالها، بمعنى أن الشريك لا يكون مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها، إنما الشركة تكون لوحدها مسؤولة عن ديون والتزاماتها بحجم رأس المال المدفوع، وهذا يخليها كذلك تشبه شركات المساهمة. لذلك هي سميت ايش؟ مش الشركات المختلطة، لأنها تأخذ شوي من ميزات شركات الأشخاص وتأخذ شوي من ميزات شركات الأموال. اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة لابد أن يكون مستمد من غرضها مثل الشركات المساهمة، بحيث يجب أن لا يتضمن اسمها اسم شخص طبيعي إلا في حالات استثنائية، ويجب في جميع الأحوال أن يشتمل اسم الشركة على عبارة ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما يعبر عنه في بعض الأحيان باللغة الإنجليزية زي ما راح نشوف في المصطلحات بعد شوي بعد قليل بإذن الله تعالى، الثلاث أحرف اللي هو LLC اللي هو Limited Liability Company. فرجوعا على اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي تشبه شركة المساهمة بحيث أنه يجب أن لا يتضمن اسمها اسم شخص طبيعي. الأصل في الشركات أنه يجوز لها أن تمارس أي نشاط ترغب فيه، أوكي، دام تحصل على المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة فلا مشكلة. لكن في شركة ذات المسؤولية المحدودة نص النظام على بعض الأنشطة لا يجوز لشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارستها. أوكي، الأصل أنها هي مثل باقي الشركات يجوز لها ممارسة أي نشاط، استثناء لا يجوز لها ممارسة بعض الأنشطة. ما هي تلك الأنشطة؟ اللي هي البنوك، مجال البنوك أو المصرفية أو التأمين أو الادخار أو التمويل أو استثمار أموال الأموال لحساب الغير. هذه الأنشطة والمجالات جميعها لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة العمل فيها أو ممارستها. فمثلا لا يجوز تأسيس بنك يأخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تأسيس شركة تأمين تأخذ شركة ذات مسؤولية محدودة. فنظام البنوك على سبيل المثال، نظام مراقبة البنوك في المملكة، يشترط أن يكون البنك شركة مساهمة، شركة مساهمة. فجميع البنوك اللي تعمل في المملكة اللي هي مؤسسة في وفق نظام الشركات السعودي هي تأخذ شكل شركة مساهمة. لذلك إذا تم تأسيس شركة بنك على شكل ذات مسؤولية محدودة فلا يتم إعطاؤه الترخيص، بذلك تنقضي الشركة، لأنه ليش؟ استحالة تحقيق الغرض. من خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة كذلك أنه لا يجوز لها أن تلجأ للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو زيادته. طيب هذا يقودنا للسؤال، ما هي الشركة اللي درسناها ويجوز لها أن تلجأ للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها؟ عامل نتذكر معنا. في شركة درسناها أجاز النظام لها طرح سهمها الاكتتاب العام لتكوين رأس المال. الصوت واضح؟ أي نعم، الشركة المساهمة هي الوحيدة اللي شفناها أجاز فيها النظام أن يتم طرح سهمها للاكتتاب العام لزيادة رأس المال أو تكوينه. كذلك من خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، طبعا هذه الخاصية لا تتاح للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يجوز لها أن تلجأ للاكتتاب العام مثل الشركة المساهمة. من خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة كذلك أنه الشريك يستطيع أن يتنازل حصته لشريك آخر أو للغير، وهذا يخليها كذلك تأخذ ميزة من ميزات شركات الأموال، مثل ما شفنا في شركات الأموال في شركة المساهمة في مثال، أنه في الأصل يجوز للشريك أن يتنازل حصته لشريك آخر أو للغير، وهذا ينطبق كذلك على شركة ذات المسؤولية المحدودة. من ناحية استيفاء الشركة، شركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يستوفي عقدها الأركان العامة والخاصة لعقود الشركات، ويكون عقدها موقع من جميع
الشركاء. كذلك يجب أن يتم شهر عقدها وتوثيقه لدى كتابة العدد مثل ما باقي الشركات. بمعنى آخر أن الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة لعقود الشركات وأركان الشكلية تنطبق على شركة ذات المسؤولية المحدودة. طيب نأتي من باب المراجعة كذلك، خلينا نرجع أركان موضوعية. من يتذكر معنا ما هي الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هذه؟ الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة. نعم صحيح، الرضا، الأهلية، نعم صحيح. والمحل والسبب. طيب هذه الأركان الموضوعية العامة. الأركان الموضوعية الخاصة، تعدد الشركاء، نعم صحيح، والنية اللي هو نية المشاركة، صحيح، تقديم الحصص، صحيح، وباقي أخيرا آخر ركن اللي هو اقتسام الأرباح والخسائر أو تقسيم الأرباح والخسائر، صحيح، يعطيكم العافية. طيب نأتي عند إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. أولا مدير الشركة. يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيره، سواء يتم تعيينهم بعقد مستقل عن عقد الشركة أو في عقد الأساسي لتأسيس الشركة. فمثل ما يتم تعيين مدراء الشركة أو مدير الشركة، يجوز عزل المدير أو المديرين سواء كانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل. لتتميز جمعية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوجود جمعية عامة مثل الشركات المساهمة. فعندها جمعية عامة تتكون من جموع الشركاء، من جميع الشركاء، ويحدد النظام انعقادها وسلطاتها وكيفية الدعوة لها. فهي تشبه هذه الجمعية ايش؟ الجمعيات العامة اللي موجودة في الشركات المساهمة. لكن ايش الفرق؟ عندنا في الشركات المساهمة كان كم جمعية عندنا؟ عندنا 3 جمعيات، اللي هي الجمعية التأسيسية، الجمعية العامة العادية، الجمعية العامة غير العادية. بينما في شركة ذات المسؤولية المحدودة لا توجد إلا جمعية واحدة. كذلك من الهيئات التي تشارك في إدارة شركة ذات المسؤولية المحدودة هو مراجع الحسابات، وهذا شفناه كذلك في شركات المساهمة. ويكون لشركة ذات المسؤولية المحدودة مراجع حسابات واحد أو أكثر، على الأقل واحد أو أكثر، وفقا لاحكام مراجع الحسابات اللي موجود في شركات المساهمه. يعني المرجعيه النظاميه لمراجع حسابات شركات ذات المسؤوليه المحدوده هي نفس الاحكام اللي موجوده في شركات المساهمه. الشيء اللي تتميز فيه شركات ذات المسؤوليه المحدوده ولا يوجد في الشركات الاخرى هو ما يسمى بمجلس الرقابه. هذا ما شفناه قبل كده في اي شركه. هذا مجلس الرقابة يتكون من عدد من الشركاء لا يقل عن 3 شركاء على الأقل، أوكي؟ هو يختلف عن الجمعية العامة، الجمعية العامة تتكون من جميع الشركاء. هذا مجلس الرقابة لا، من 3 شركاء أو أقل. متى يتم تعيينه؟ يتم تعيين مجلس الرقابة في شركة ذات المسؤولية المحدودة متى ما زاد عدد الشركاء فيها 20 شركة. أوكي؟ طيب الآن كيف، خلينا نشوف سيناريو أو مثال. عند تأسيس الشركة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، وكان عدد الشركاء فيها فوق 20، مثلا خلينا نقول 25، ففي هذه الحالة وجب تكوين مجلس الرقابة في عقد تأسيس الشركة. يتم النص على مجلس الرقابة ويعين في عقد تأسيس الشركة. طيب إذا تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وكان عدد الشركاء فيها 15 شريكا، اللي هو أقل من 20 شريك، وبعد سنة من تأسيسها زاد عدد الشركاء فيها ووصل عدد الشركاء إلى 25 شريكا، يعني زادوا 10 شركاء، في هذه الحالة يجب على الجمعية العامة العادية تعيين مجلس الرقابة في أقرب فرصة.
يعني ما يترك الامر هكذا، لابد من تعيين مجلس رقابه. متى ما زاد الشركاء في شركه ذات المسؤوليه المحدوده على 20 شريك وجب تعيين مجلس الرقابه. فمثل ما شفنا، اذا كان من بدايه تاسيسه كانوا يزيدوا على 20، ففي هذه الحاله يتم تعيين مجلس الرقابه في عقد تاسيس الشركه. اذا زادوا بعد تاسيس الشركه، ففي هذه الحاله على الجمعيه العامه ان تعين مجلس الرقابه. طبعا مجلس الرقابه يتكون من 3 شركاء على الاقل، قد يزيدوا، ويختص هؤلاء او مجلس الرقابه بمراقبه اعمال الاداره زي ما راح نشوف. طيب اذا انتهى تعيين اعضاء مجلس الرقابه بعد انتهاء مدته، طبعا الجمعيه العامه تحدد المده، جاز للجمعيه العامه اعاده تعيينهم. وكذلك مثل ما يتعينهم، يجوز للجمعيه العامه في شركه ذات مسؤوليه محدوده عزل اعضاء مجلس الرقابه في اي وقت لسبب مقبول. فلو كان عزلهم لسبب غير مقبول، يجوز لهم الرجوع على الشركه في هذه الحاله. من اختصاصات مجلس الرقابه هو مراقبه اعمال الشركه، وان يبدي الراي في الامور التي يعرضها عليه المدير. بالتالي اعضاء مجلس الرقابه لا يشاركون مجلس الاداره في اداره الشركه، هم لا يتخذون قرارات، هم يراقبون اعمال الشركه بشكل عام، او يقومون بابداء الراي او الاقتراحات فيما يعرض عليهم من امور مجلس الاداره. طيب من مهام كذلك مجلس الرقابه ان يقدم تقرير للجمعيه العامه نهايه كل سنه ماليه عن نتائج مراقبته لاعمال الشركات، يعني يطلعهم على الاشياء التي وجدها خلال السنه الماليه. ولا يسال اعضاء مجلس الرقابه عن اعمال المديرين، يعني اذا كان المدير ارتكب او مجلس الاداره ارتكب اخطاء معينه اثناء ممارسه اعمالهم، فمجلس الرقابه لا يسال عن ذلك الا اذا علموا عن اخطاء او اهمال او تقصير ولم يبلغوا الجمعيه العامه اللي هي عينتهم. اوكي؟ ففي هذه الحاله يكون مسؤولون عن الاخطاء التي وقعت لانهم كانوا يعلموا بها ولم يعلن عنها. فنلاحظ هنا ايش؟ عندنا في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هيئتين تختلف عن بعض، اللي هي الجمعيه العامه مثل الشركه المساهمه وتنطبق عليها احكام الشركه المساهمه، وعندنا مجلس الرقابه وهذا لا يوجد له مثيل في الشركات بشكل عام. لكن يعين من؟ الجمعيه العامه. هو يتكون من شركاء، نعم، لكن تعينه الجمعيه العامه، فهو لا يمثل كل الشركاء، هو يتكون من 3 شركاء على الاقل. طيب ناتي الى انقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. تنقضي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بالاسباب العامه لانقضاء الشركات اللي ذكرناها قبل قليل، ولا تنقضي بوفاه احد الشركاء او افلاسه او اعساره او الحجر عليه ما لم ينص عقد الشركه على غير ذلك. يعني اذا لم ينص عقد الشركه على انه تنقضي الشركه بوفاه الشريك او بافلاسه او الحجر عليه، فبالتالي لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لكن إذا نص على ذلك في عقدها الأساسي، تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو بالحجر عليه. وبالتالي إذا تم النص على هذا الشيء في عقدها الأساسي، هي تشابهت بذلك مع شركات الأشخاص أو التي تقوم على اعتبار شخصي. طيب إلى هنا انتهينا من الشركات اللي معنا في المحتوى المقرر. وقبل الانتقال لمصطلحات اللغة الإنجليزية، نسأل إذا كان هناك سؤال أو استفسار أو شيء واضح في شركة ذات المسؤولية المحدودة. طيب في حال عدم وجود سؤال او استفسار، ننتقل اذا لمصطلحات اللغه الانجليزيه. الصوت واضح بالنسبه للجميع؟ طيب طبعا فيما يخص مصطلحات اللغه الانجليزيه، هي معنى بمجملها، لانه الاسئله كانت اسئله الاختبار باذن الله تعالى راح تكون شامله لجميع المنهج بما فيه مصطلحات اللغه الانجليزيه. الاسئله على مصطلحات اللغه الانجليزيه مثل بقيه الاسئله قد تاتي بشكل صح او خطا، او اختر الاجابه الصحيحه. فان شاء الله الان انا اقول مصطلح باللغه الانجليزيه وترجمته باللغه العربيه،
وشرح المصطلح إذا كان من المصطلحات اللي مرت علينا في المنهج. أول مصطلح اللي هو commercial law اللي هو يقصد فيه قانون التجاري، اللي هو عنوان المقرر بشكل عام. arbitration اللي هو التحكيم، وهذه أحد وسائل فض المنازعات البديلة في الحياة التجارية، هو بديل وسيلة فض منازعات بديلة للقضاء التقليدي، فهو أسرع ومتخصص. banking وهي يقصد فيها أعمال البنوك والمصارف، هذه أعمال البنوك والمصارف من يتذكر كانت ضمن أي أعمال درسناها احنا في بداية الفصل الدراسي؟ هذه مرت علينا في موضوع أعمال البنوك والمصارف، مرت علينا في ممتاز اللي هو الأعمال التجارية المنفردة، الأعمال التجارية المنفردة. البروكرج اللي هو السمسرة، والسمسار طيب يعتبر من أعمال إيش؟ مر علينا كذلك الأعمال التجارية المنفردة كذلك. بيردن أوف بروف اللي هو عبء الإثبات، فأي شخص يدعي بادعاء معين يقع عليه الإثبات، الإثبات دائما يقع على المدعي. كومبتنس اللي هو اختصاص المحكمة. عندنا كورت أوف فيرست انستنس اللي محكمة الدرجة الأولى، وهذا يأتي في سلم درجات التقاضي، فعندما تريد أن ترفع دعوة على أي شخص أو ترفع دعوة على أي شخص، فأول شيء تذهب إليه المحكمة الدرجة الأولى اللي مختصة بنظر الدعوة. إذا صدر قرار هذه المحكمة وكان أحد الأطراف غير راضي عن القرار وكان النظام يجيز الاستئناف، نتجه إلى الدرجة الثانية من التقاضي وهو يسمى Court of Appeal اللي هو محكمة الاستئناف. محكمة الاستئناف كان في السابق عندنا اللي هو محكمة التمييز اللي هو Court of Cassation اللي هو محكمة التمييز، هذه كانت موجودة، الآن المحكمة العليا هي التي تنظر في بعد ذلك في ما يأتي من أحكام أو الطعن في أحكام الاستئناف، لكن إحنا مطالبين في المنهج، فبالتالي نعرف المحكمة التمييز أو نركز على محكمة التمييز بدل المحكمة العليا. تورت اللي هو الضرر، أي شخص يصيبه ضرر يجوز له أن يطالب بالتعويض. الأسئلة ممكن تجي سؤال صح أم خطأ يعني، أو أختر الإجابة الصحيحة. يعني مثلا يأتي مثلا commercial law هذا المصطلح هذا مثلا الأول، وأعطيك ثلاث خيارات، مثلا أقول هو قانون تجاري، هو التحكيم، هو أعمال مصارف البنوك فقط، هذا في أختر الإجابة الصحيحة. أو مثلا أقول يقصد بالcommercial law عبء الإثبات، صح أم خطأ؟ واضح؟ كذا هي سلسة كذا، يا صح خطأ أو اخترجها صحيح. ممتاز. طيب عندنا dispute اللي هو النزاع أو الخصام، دائما في اللغة الإنجليزية أول ما تشوف حرف ثلاثة أحرف اللي هي D-I-S هذه في بداية الجملة اعرف إنه في شيء غير متفق عليه يعني. طيب dispute settlement اللي هو تسوية المنازعات بشكل ودي بشكل عام. إن أكت اللي هو يسن أو يشرع اللي هو تسنين أو تشريع القوانين. General Assembly اللي هي فوق هذه يقصد فيها الجمعية العامة، وإحنا شفنا الجمعيات العامة في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. طيب من يعدد معنا الجمعيات العمومية اللي موجودة في شركة ذات في شركة المساهمة اللي عندنا؟ قلنا الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللي هي الثلاث، وعندنا جمعية عامة في شركة ذات المسؤولية المحدودة لكنها واحدة. contract اللي هو عقد، في بعض الأحيان يقال له agreement. judicial authority اللي هو السلطة القضائية. law لوحده يعني يقصد فيه قانون أو تشريع. legality اللي هو الشرعية، شيء شرعي أو نظامي. liability هذه المسؤولية، هذه شفناها في موضوع مسؤولية الشركاء عن الديون والتزامات الشركة، فقلنا في شركات الأشخاص الشركاء يكونون مسؤولين عن ديون الشركة بشكل عام بشكل متضامن اللي هو زي شركة تضامن. أما في شركات الأموال التي تقوم على اعتبار مالي، فمن خصائصها زي شركة المساهمة أنه liability حقت المسؤولية الشركاء فيها تكون
محدودة. بانكربسي اللي يقصد فيه الإفلاس، والإفلاس هو حالة تتحقق عندما تكون ديون الشركة تستغرق ما لها من أصول وحقوق، يعني أو الشخص التاجر يعني، مو شرط الشركة. بمعنى آخر، إذا كان حقوق وأموال وأصول التاجر أو الشركة لا تغطي ما عليها من ديون، ففي هذا ندخل في مرحلة الإفلاس، البنكربسي. أوكي؟ طيب، كوميرشال بيبر، الأوراق التجارية، هاي درسناها كذلك. من يتذكر في أي موضوع؟ الأوراق التجارية. ها؟ من يتذكر معنا؟ الأوراق التجارية. الأعمال التجارية المنفردة كذلك، نعم. طيب، ممكن نتذكر أي شيء الأوراق التجارية؟ هي ثلاثة أنواع. الشيك، صحيح. واحد، اثنين. كمبيالة وسند، سند الأمر أو سند لأمر، صحيح، هذه تسمى الأوراق التجارية. الأسهم والسندات تسمى أوراق مالية، هذه تسمى أوراق تجارية. طيب، نيغوشيشن اللي هو المفاوضات، ريجوليشن اللي هي الأنظمة وتختلف عن القانون اللي هو هنا هذا، هذاك لو، هذه ريجوليشن. كمباني اللي هو الشركة، أيا كانت شركة تجارية أو مدنية أو شركة أموال أو شركة أشخاص. جوينت ستوك كومباني اللي هي الشركة المساهمة. كونتراكتيف سبلاي، عقد التوريد، وهذا درسناه في الأعمال التجارية. ايش؟ من يتذكر؟ لا، ليس الأعمال التجارية منفردة، هو في الأعمال التجارية ولكن ليس منفردة، اللي هي بالتكرار أو المقاولة، كنا نسميه ايش؟ مقاولة التوريد أو عقد التوريد. Intellectual Property Rights اللي هي حقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان يتم اختصارها إلى ثلاثة الأحرف الأولى من كل كلمة IPR، هذه حقوق الملكية الفكرية، وهي درسناها في الحقوق ايش؟ المختلطة اللي لها جانب مالي وجانب ايش؟ أدبي، لو تذكر في بداية المحاضرة. Trade Marks اللي هو علامات التجارية، ودرسناها مع كذلك الحقوق في بداية المحاضرات. عندنا باتنتس، نفس الشيء اللي الاختراعات، فيجوز الشخص أن يستثمر اختراعه. كوميشن ايجنسي اللي هي الوكالة بالعمولة، هذه أحد الأعمال التجارية، أي عمل من الأعمال التجارية وكالة بالعمولة، ينطوي تحت أي إطار، تعتبر وكالة بالعمولة أحد الأعمال التجارية. بالتكرار كذلك، صحيح. Real Estate Activities اللي هي النشاطات العقارية، وقلنا هذه النشاطات مستبعدة من أحكام القانون التجاري. Merchant اللي هو التاجر. Professional اللي هو الاحتراف، وهو أحد شروط إيش؟ الاحترافية، أحد شروط اكتساب صفة التاجر. Capital اللي هو رأس مال الشركة. Profits اللي هو الأرباح. Judicial Precedence اللي هو السابقة القضائية، اللي شفناها أحد المصادر التفسيرية للقانون التجاري لو تذكروا في بداية المحاضرة. Limited Liability Company اللي قلنا عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، غالبا يتم اختصارها ب LLC اللي هي الأحرف الثلاثة الأولى من كل كلمة. LLC لو شفتها في أي عنوان شركة فأعرف أنها شركة ذات مسؤولية محدودة. Justice Personality اللي هي الشخصية المعنوية، وتكتسبها الشركة عند تأسيسها وبعد تسجيلها في السجل التجاري. legal capacity اللي هي الأهلية القانونية، وهذه يكتسبها الشخص بعد بلوغ سن 18 هجرية وكان قادر على الإدراك والتمييز. acceptance اللي هو قبول في العقود. compensation اللي هو التعويض في حال حصول خطأ وترتب عليه ضرر للآخرين فيجوز التعويض. mortgage اللي هو الرهن، درسناها في الحقوق كذلك المالية في بداية الفصل الدراسي. jurisdiction اللي هو الاختصاص القضائي. عندنا أخيرا اللي هو الابليكيشن ويقصد فيها الالتزامات. وعندنا commercial registration اللي هو السجل التجاري اللي تسجل فيه الشركات أو يقيد فيه الشركات والتاجر. dissolution of the company اللي هو انقضاء الشركة، وهي مرحلة
تأتي قبل عملية التصفية، ميرجر اللي هو اندماج الشركة مع شركة أخرى، وهو أحد الأسباب التي الأسباب العامة لانقضاء الشركات بشكل عام. وعندنا liquidity of the company، ويقصد فيها تصفية الشركة، وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الشركة. وأخيرا shareholders، ويقصد فيه المساهمون في شركة المساهم. طيب، إلى هنا وانتهينا من مصطلحات اللغة الإنجليزية، وانتهينا كذلك من محتوى المقرر بشكل عام. هل يوجد سؤال أو استفسار على ما تم شرحه في المحاضرات السابقة؟ طيب، في حال عدم وجود سؤال أو استفسار، جدير بالذكر أني أذكر أنه هذه المحاضرة مسجلة، والمحاضرات السابقة جميعها كذلك مسجلة، وهي متاحة لجميع الطلاب والطالبات على موقع على صفحة موقع صفحة المقرر على موقع في عمادة موقع عمادة التعلم الإلكتروني. يستطيع الطالب الرجوع لها في أي وقت، أو الطالب الرجوع لها في أي وقت. وفي حال وجود سؤال أو استفسار خلال هذه الفترة، يمكن التواصل معي عن طريق المنتدى الخاص بالمقرر، أو عن طريق رسائل إلكترونية كذلك الخاصة بالمقرر. هو متى تم تحديد اختبار القانون التجاري؟ هل أحد يذكر التاريخ؟ يوم 10/9 بإذن الله تعالى من رمضان. ممتاز. الوقت؟ متى الوقت؟ العصر 3 عصر. طيب، على بركة الله، إن شاء الله تكون الأمور ميسرة بإذن الله تعالى. وأنا أنصح بالمذاكرة لكي لا تتراكم الأمور على الطالب، لأنه عند لكل طالب وطالبة طبعا أكثر من مقرر، فأنصح بعدم جعل الأمور تتكرر تتراكم آسف لكي لا تصعب المذاكرة. طيب، لا يوجد سؤال أخيرا أو استفسار عن أي شيء في المقرر يخص المقرر؟ الله يعافيك ويعافيكم جميعا. هو بكل أمانة سعدت يعني بتدريسكم لهذا المقرر في خلال هذا الفصل الدراسي، وأسأل الله لكم التوفيق والتيسير بإذن الله في الاختبارات، سواء في المقرر هذا أو مقررات أخرى. وأذكركم بالمذاكرة أول بأول لكي لا تتراكم عليكم المعلومات والمقررات. كذلك أود أن أختم بالدعاء لكم ولي، بأن يبلغنا الله وإياكم الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله الكريم أن يحمينا ويحميكم من شر الأمراض والأوباء، وأوصيكم باتباع الإجراءات الاحترازية فيما يخص جائحة كورونا. وإن شاء الله نسمع عنكم أخبار طيبة قريبا بإذن الله تعالى. وإلى هنا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.